الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، أعمل معلما وفي هذه الأيام نداوم يوما أو يومين فقط في الأسبوع، ثم نقوم بتوقيع جميع أيام الأسبوع وذلك بموافقة من المدير المباشر، فهل ذلك جائز لأنه لا يوجد عمل في المدارس هذه الأيام؟ هذا يرجع إلى النظام، يعني نظام التعليم. فإذا كان نظام التعليم يسمح لكم بذلك فلا بأس، أما إذا كان النظام لا يسمح بذلك فلا يجوز، ولو سمح به المدير. المدير لا يخالف النظام،